في حلقة اليوم سنتحدث عن انتشار الأخبار الصارمة. أعزائي من جبل الزيتون، أريد أن أتحدث عن انتشار الأخبار السارة في سفر أعمال الرسل أو عن وعظ التلاميذ والرسل. أنا موجود على جبل الزيتون، الجبل المحبب على قلب المسيح لأنه جاء مراراً إلى هذا المكان، صعد إلى السماء وأعطى المأمورية العظمى أن يكون الشهود له من أورشليم إلى أقصى الأرض. خلفي مدينة القدس القديمة أورشليم مع أسوارها، البوابة الشرقية أو البوابة الذهبية، تستطيع أن ترى كنيسة القيامة، وأسفل هذا الوادي هو وادي قدرون الذي يفصل البلدة القديمة عن أورشليم. من الجهة الأخرى تستطيع أن ترى جبل صهيون، ومهم جدا لنا بالنسبة كمسيحيين لأنه من هذا المكان امتلأ التلاميذ بالروح القدس بقوة نارية بحماسة، وابتدأوا يتكلموا بكلمة الله، وانتشر الإنجيل إلى كل أنحاء الأرض من خلال الوعظ. رح نتحدث عن كيفية وعظهم ورسالتهم وإيه المحور الموضوع اللي كان يتكلموا فيه في هذا المكان. سأعود بعد قليل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى رحلة في سفر أعمال الرسل. أعزائي، نواصل دراستنا وحديثنا من سفر أعمال الرسل. في هذه الحلقة رح أتكلم عن الرسائل أو الوعظ وكيفية التواصل من خلال هذا السفر. نتعلم دروس قيمة جدا وهامة عن كيف كان يعظ وما هي رسالتهم أو طبيعة هذه الرسالة. اسمحوا لي أنا عملت تلخيص بسيط عن عدة عظات من سفر أعمال الرسل، راح أقرأهن بسرعة وأواصل حديثي عن هذا الموضوع. في سفر أعمال الرسل إصحاح 2 في يوم 50، بطرس يشرح معنى يوم 50، يتكلم للجموع بعد يوم 50 عظة شيقة جدا ويربح نفوس كثيرة. في الإصحاح الثالث بطرس يتحدث للجماهير عند منطقة الهيكل بعد معجزة الشفاء، وكان التركيز ينبغي أن تتوبوا لأنهم طبعا صلبوا المسيح. في سفر أعمال الرسل الإصحاح الرابع يتكلم إلى مجمع السنهدريم، شهادة طبعا للرجل العاجز الذي شفي، أنه شفي بقوة اسم يسوع المسيح. العظة اللي في سفر أعمال الرسل إصحاح 7 منشوفها مش من واحد من الرسل لكن واحد من الشمامسة، استفانوس الشهيد الأول، يتكلم في مجمع السنهدريم ليدافع عن نفسه، بيتحدث عن ملخص تاريخ إسرائيل ويتهمهم طبعا أيضا برفض المسيح. في سفر أعمال الرسل الإصحاح 10 بطرس يتحول من كراسته إلى اليهود في أورشليم بإعلان يذهب إلى منطقة قيسارية لكي يكلم قائد المئة كورنيليوس في بيته، فهنا يتكلم إلى الأمم، والأمم تستطيع أيضا أن تخلص كما اليهود أيضا. في سفر أعمال الرسل الإصحاح 11 بطرس يتحدث إلى الكنيسة هنا في أورشليم، يشهد عن اختباره في يافا ودفاع عن خدمته للأمم أيضا. في أعمال الرسل إصحاح 13 بولس في مجمع أنطاكيا، يسوع هو المسيح كان تركيزه في الرسالة، وهو تتميم نبوات العهد القديم أيضا. في أعمال الرسل إصحاح 15 بطرس يتحدث مرة أخرى في مجمع الكنائس في أورشليم،
مجمع الكنائس اللي ضم أعمدة الكنيسة مثل يعقوب ويوحنا بطرس والرسول بولس وبرنابا ليعالجوا قضية مهمة. هل الأمم ينبغي أن يختتنوا ويمارسوا ناموس موسى؟ فطبعا بطرس يشرح في هذا المجمع إنه الخلاص بالنعمة ومتاحة للجميع، ليس حاجة للاختتان. في سفر أعمال الرسل إصحاح 15 يعقوب بيتكلم ليعقوب أو يعقوب في مجمع أورشليم بيتحدث أيضا للمؤمنين وإنه الأمم لا يحتاجوا إلى الاختتان. في سفر الأعمال إصحاح 20 بولس يتكلم لشيوخ أفسس أن وشجعهم بالاستمرار على الأمانة بغض النظر من المعلمين الكذبة والاضطهاد اللي بيواجهوه. طبعا في سفر أعمال الرسل إصحاح 22 بولس يتحدث للشعب في أورشليم، يتحدث عن اختبار تجديده وإرساليته للأمم. في أعمال الرسل إصحاح 23 بولس يتحدث لمجمع السنهدرين، أعلى مجمع تشريعي لليهود. بولس يدافع عن نفسه، يصرح أنه كان فريسي ومن جنسية رومانية، فدافع عن نفسه في هذا المجمع. في سفر أعمال الرسل إصحاح 26 بولس يتحدث إلى الملك أغرباس في قصاريا، يصرح عن اختباره الشخصي، لقائه مع المسيح، غيرته وحماسه للإنجيل. في إصحاح 28 بولس يتحدث لليهود، ليهود روما، يتحدث عن خلفيته اليهودية وعن خلاص عن الخلاص بالمسيح يسوع. إخوتي وأخواتي، منلاحظ أنه كل هذه المواضيع الكرازية تمت بفن وببراعة وبطلاقة وبقوة شديدة جدا. موضوع الكرازي في كل هذه الرسائل بكل بساطة هو شخص الرب يسوع. هذه الرسائل كانت ممسوحة بقوة الروح القدس، هذه العظات كانت مؤيدة بالآيات التابعة والمعجزات الخارقة، هذه العظات كانت مؤيدة بحكمة إلهية لا تعاند بسلطان فائق. منشوف براعة في التواصل وحكمة. مثلا بطرس عندما وعظ في يوم 50 لليهود تختلف طريقة الأسلوب عندما وعظ للأمم لكورنيليوس في الإصحاح العاشر، وهكذا بولس يختلف أسلوبه من وعظه لليهود أو عندما وعظ لليونانيين الفلاسفة في اليونان عندما اتخذ فكرة الإله المجهول. هون بيتحدث عن براعة في التواصل والتفاعل بحكمة إلهية بسلطان بقوة لا تعاند. المحور هو يسوع المسيح، وكل هذه الرسائل يريد أن يقول إنه الله عنده برنامج، الله عنده مخطط للخلاص، وهذا الخلاص هو تم بواسطة يسوع المسيح اللي مات على الصليب وقام من بين الأموات. فالمركز المحور في كل رسالة الصليب والقيامة وإعلان أن يسوع المسيح هو حي يتفاعل يتواصل يخلص، والدليل إنه كان يصنع القوات الخارقة والمعجزات، وطبعا بنفس الوقت كان يخلص أعداد غفيرة من النفوس اللي رجعت إلى معرفة الرب يسوع المسيح. يبحث عن كل خاطئ، يبحث عن الله، والله سوف يعلن ذاته لكل شخص يبحث عنه. البوابة الذهبية أو بوابة الرحمة أو البوابة الشرقية تقع في مواجهة جبل الزيتون على الجانب الشرقي من المدينة القديمة. تم إنشاء هذه البوابة في الفترة التالية للعصر البيزنطي، ويقول التقليد اليهودي أن المسيا سوف يدخل إلى أورشليم من هذه البوابة. بوابة الروث أو باب المغاربة تقع هذه البوابة على الجانب الجنوبي الشرقي للمدينة القديمة، وهي تسمى أيضاً باب السلوان لأنها تطل على قرية عربية تحمل نفس الاسم. تؤدي البوابة مباشرة إلى الحائط الغربي، وتزعم الأقاويل أنه من خلال هذه البوابة كان سكان أورشليم يحملون القمامة ويلقونها على هيكل الجبل أثناء العصر البيزنطي.
بوابة صهيون، وهي تعتبر المدخل إلى جبل صهيون، وتعرف أيضاً باسم بوابة داود النبي، لأن الموقع التقليدي لمقبرة داود هو جبل صهيون. البوابة الحديثة أو باب الجديد أطلق عليها هذا الاسم لأنه تم إنشاؤها في وقت حديث نسبياً، هو عام 1889. تقع بالقرب من الجانب الشمالي الغربي للمدينة وتؤدي إلى الربع المسيحي. بوابة هيرودس أو باب الساهرة، قام الحجاج المسيحيون الأوائل بتمييز بناء يقع بالقرب من هذه البوابة باعتباره قصر هيرودس أنتيباس الذي أرسل إليه بيلاطس البونتي يسوع في الليلة السابقة للصلب. تعرف البوابة باللغة العبرية والعربية باسم بوابة الزهور. أعزائي، أواصل حديثي من سفر أعمال الرسل، أتحدث عن كيفية التواصل أو الوعظ في سفر أعمال الرسل. ذكرت في الفقرة الأولى عدة إعظات من أول الإصحاح حتى آخر إصحاح من سفر أعمال الرسل. طبعا الوعاظ الرئيسيين والرسميين هم بطرس الرسول، وعظ عدة مرات. واحدة من العظات الشهيرة والبارعة والمحترفة جدا عظة استفانوس الشهيد الأول، وعلى فكرة هذه البوابة خلفي هي بوابة استفانوس، المنطقة اللي رجم فيها. لكن واحدة من أهم العظات تعتبر هي لبولس الرسول. بولس يعتبر سيد في التعليم وقمة في الوعظ، فصيح مقتدر ومقنع جدا في كلمة الله، كان مملوء بالروح القدس، كان مملوء بالحكمة، مملوء بالقوة، مملوء بالحماسة، مملوء بالمحبة أيضا، لكنه كان مملوء بكلمة الله. فطبعا أريد أن أتحدث، لا تستطيع أن تعظ أو تتكلم إذا ما كانش عندك فهم لكلمة الله. من أجل هذا يقول الرسول بولس: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، تصبح جزء من حياتك. لكن بولس الرسول بالواقع هو اللي كتب معظم العقائد المسيحية، أو العقائد المسيحية والأساسات الإيمانية اللي اليوم منتعلمها هي بسبب تعليم الرسول بولس. عندما تقرأ في سفر الأعمال وعندما تقرأ في رسائل بولس تكتشف خطة الله وبرنامج الله لحياة الإنسان، وتكتشف هذه العقائد الأساسية اللي بتساعدنا على النمو الروحي وبالإيمان أيضا. فما هي هذه العقائد؟ أريد أن أتحدث عن بعض الأساسيات الرئيسية والرسمية لتعليم بولس. التعليم الأول اللي اشتهر فيه بولس موضوع التبرير بالإيمان. طبعا بأعمال الناموس لا يتبرر ذي جسد، وأن الناموس يظهر عجز الإنسان وأن الإنسان خاطئ محتاج إلى مخلص، فالناموس يقود إلى المسيح الذي تمم بل أكمل الناموس، وهذا يتم عن طريق الإيمان من خلال موت المسيح وقيامته، لأنه أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. فإذن التبرير بالإيمان على أساس أيضا الدم، لأن دم المسيح سفك من أجلنا. التبرير بالإيمان هذا يعني أن الله يعلن بل يصرح ليس فقط براءة الإنسان بل التبرير. يوجد فرق بين البراءة والتبرير. البراءة هو شخص مذنب أو مجرم وكان في المحكمة، متأسف، شخص يقال أنه مجرم لكن راح على المحكمة وأثبتت المحكمة أنه ما كانش مجرم، هو بريء. لكن البراء يتبرأ الإنسان أمام الله، يسمى تبرير، أي يعلن كأنه لم يخطئ إطلاقا كليا. من أجل هذا التبرير بالإيمان الله يعلن كأن الإنسان لم يخطئ أبدا، أي الله ينظر إليك من خلال بر المسيح، لأن المسيح هو برنا، هو أخذ خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر، فتبررنا بواسطة المسيح. التعليم الثاني المهم جدا هو يسوع المسيح
ابن الله، وعندما أقول ابن الله أقصد بهذه الكلمة ليس التناسل الجسدي، لكن الذي يظهر صورة وجمال الله، صفات بل طبيعة الله. ومعظم هذه التعليم كانت عن يسوع المسيح الحي. بولس الرسول بيتكلم عن شخص المسيح اللي ظهر له على الطريق إلى دمشق، غير حياته فأصبح المسيح محور حياته، مركز رسالته والقوة اللي بيتمتع فيها، إلى درجة قال لي الحياة هي المسيح. يسوع حي، الرب المقام من بين الأموات. عاش الرسول هذه الحقيقة، بل تكلم بكل جرأة لأنه اختبر المسيح الحي المقام. كان هو نفسه يقاوم المسيح ويضطهد الكنيسة، لكن عندما تغيرت حياته أعلن بكل جرأة بكل جهارة أن المسيح هو ابن الله الحي، محور حياته ومحور رسالته وكراسته أيضا. التعليم الثالث اللي كان يعلمه بولس الرسول، الكنيسة هي جسده، أي الكنيسة هي جسد المسيح، والله أعطى مواهب للكنيسة ويعمل من خلال الكنيسة، هو الرأس والكنيسة هي جسده. الكنيسة حية فتعكس جمال تعليم صفات بل شخص الرب يسوع المسيح على الأرض. شيء مهم جدا في التعليم أيضا بولس الرسول هو قوة وتأثير الروح القدس في الحياة المسيحية، تساعدنا على النمو في القداسة، وهذا نراه بكل وضوح في صفحات سفر أعمال الرسل، كيف التلاميذ تغيروا وكان عندهم قوة روحية لا تقهر ولا تقاوم. هذه القوة اللي استطاعوا من خلالها أنه يصلوا إلى كل أنحاء الأرض. الروح القدس أعطاهن الغلبة، أعطاهن النصرة، أعطاهن التأثير، كان يقودهن في مناطق صعبة جدا، ساعدهن أن يواجهوا الاضطهاد، شافوا آلاف من النفوس اللي رجعت إلى مجد معرفة الرب بسبب قوة وتأثير الروح القدس. وأخيرا أحبائي، بولس الرسول علم عن المجيء الثاني، أن المسيح سوف يرجع ثانية، حقيقة مهمة جدا في تعليم المسيحية، وأننا كمؤمنين سنشارك أيضا في مجده في العالم الآتي. بعد سماع هذه التعليم ندرك أن هذه التعليم تعتبر الأساسيات في الحياة المسيحية، والمحور هو خطة الخلاص، موت أي صلب وموت وقيامة المسيح، الامتلاء بالروح القدس، الكرازة بالإنجيل، وانتظار المجيء المسيح ثانية. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة: كان يجب أن نبشركم أنتم أولاً بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية. ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود، فالرب أوصانا قال: جعلتك نوراً للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض. فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية. أعزائي من ضفاف بحيرة طبرية، نواصل حديثنا ودراستنا من سفر أعمال الرسل عن موضوع الوعظ أو البشارة السارة من سفر أعمال الرسل. هذا المكان الجميل اسمه بحيرة طبرية، بناها هيرودس أنتيباس ابن هيرودس الكبير تخليدا لتباريوس قيصر. تستطيع أن ترى طبرية من الجهة الأخرى. هذه البحيرة الجميلة تسمى أيضا بحيرة الجليل، كانت تعتبر دائرة حولها 9 مدن رئيسية زائد 200 قرية. تسمى أيضا بحيرة الكنيرت لأنها تشبه الكنار الآلة الموسيقية. ومن الجهة الأخرى في منطقة تسمى جنسرات كانت تسمى على هذا الاسم، نحن نسميها بحيرة يسوع.
لأنه في أي مكان تسير حول البحيرة تستطيع أن ترى البصمات والأثار المتروكة حول هذا المكان. يقول كتاب عن يسوع كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. حول هذه البحيرة علم المسيح، صنع معجزات خارقة، مشى على المياه، هدأ العواصف، أشبع الآلاف من الجهة الأخرى، وأمور كثيرة جميلة فعلها في هذا المكان. هذه البحيرة طولها 22 كيلومتر، عرضها 12 كيلومتر، كلها مياه عذبة وجميلة أيضا. موضوع الكرازة بسفر أعمال الرسل موضوع هام، لأنه كان المحور مثل ما ذكرت يسوع المسيح، تتركز البشارة والرسالة على الصليب أي الفداء وعلى قيامة المسيح. فكل سفر أعمال الرسل هو بيتحدثوا بيتكلموا إنه يسوع المسيح حي. الواقع مش ممكن إنسان يتكلم عن يسوع، لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح. فعشان نتكلم عن يسوع لازم نختبر يسوع. التلاميذ اختبروا يسوع كملك كرب مخلص لحياتهم. التلاميذ امتلأوا بقوة الروح القدس، وهذا أعطاهم الشرعية بل المصداقية إنه يتكلموا بكلام الله. تحولوا من ناس عاديين إلى ناس غير عاديين، من أمور معتادة إلى أمور خارقة ابتدأوا يعملوها. الله أيد الكلمة لأنه ممسوحة بقوة الروح القدس بالآيات التابعة. واستمرت هذه الرسالة من خلال حياة التلاميذ. قال رسول بولس: لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص. هذا الإنجيل، كلمة الله، الأخبار السارة من أعلى سلطان، إنه إنجيل المسيح، إنجيل الله. بهذا الإنجيل كما قال إلى كنيسة كورنثوس: أعرفكم بالإنجيل الذي به تخلصون. كلمة إنجيل الأخبار السارة، ما هي الأخبار السارة؟ أخبار بشرى الخلاص، هو عملية الفداء أو عمل الفداء، موت المسيح على الصليب وقيامته من بين الأموات. من أجل هذا جعل الكنيسة موحدة، جعل الكنيسة متعظمة، وجعل الكنيسة متكاثرة جدا، يوميا يوميا كانت تتكاثر وليس فقط أسبوعيا. وهذه المحبة وعمل الروح القدس وحد الكنيسة. لما تكلموا بكلمة الله كان في مصداقية لهذه الكلمة. مش ممكن تتكلم من كلمة الله وحياتك أو شهادتك بتعكس شيء بيختلف. الكنيسة الأولى كانت شهادة حية. مكتوب في الإصحاح الثاني: اجتمعوا يوميا. في الإصحاح السادس: اهتموا ببعض يوميا. في الإصحاح الثاني مرة أخرى: ربحوا نفوس يوميا. في الإصحاح السابع عشر: فتشوا الكتب يوميا. في الإصحاح 16: ازدادوا في العدد يوميا. والسلوك بالمسيح يوميا. ما كانش الأمر بأسبوعي أو في الكنيسة شيء وفي الخارج شيء آخر. اقتدوا أثار خطوات المسيح، تابعوا المسيح. بالواقع المسيح الحي كان في حياتهن، قوة الروح ملأتهن، فأصبحوا شهادة حية أمام الجميع، ووصلت البشارة إلى كل العالم، لأن الكنيسة كانت قوية موحدة مليئة بالمحبة وبثمر الروح القدس. أعزائي، في الختام أنا موجود فوق جبل أربيل الذي يطل على بحيرة طبرية الجميلة. جبل أربيل جبل عالي، هذه المنطقة تسمى قرون حطين، فازت جيوش صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في هذه المنطقة. هذا الجبل يطل على المجدلة، مسقط رأس مريم المجدلية اللي أخرج منها سبع شياطين، وتطل على الناحية الشمالية لبحيرة طبرية أو بحيرة كنيرت أو بحيرة الجليل، على الطابغة وين المسيح أشبع الآلاف، وكفر نحوم وين علم وكرز وأيضا صنع المعجزات الخارقة. والمنطقة أيضا الجبل عالي من الجهة الأخرى جبل التطويبات، علم أجمل عظة، عظة الدهور، العظة على الجبل. اخترت هذا المكان لأنه بالواقع يسوع كان في هذه المنطقة، فهو مثالنا الأعظم في التواصل بالبشارة أو الكرازة أو التعليم. كان يعلم كمن له سلطان، ليس كالكتبة والفريسيين،
كان كلامه مليان حياة، روح وحياة، ما ركزش على حرف الناموس لكن ركز على الروح، على الاحتياج الداخلي للإنسان، أعطى مفهوم جديد للحياة. ومن أجل هذا يعتبر المعلم الأعظم والكارز الأعظم، بارع في التواصل بحكمة إلهية. في هذا المكان يسوع علم الأجيال، والتلاميذ والرسل مشيوا بخطواته وامتلأوا من الروح القدس، وفي كل مكان كانوا يتواصلوا ببراعة وبقوة، بقوة الروح القدس. إن عمل يسوع لن ينتهي، يسوع يعمل من خلال أولاده وبناته. لربما هذه الفرصة إلك وانت تشاهد هذه الحلقة، الله بيتعامل معك. يمكن انت بتبحث، يسوع أيضا يبحث عنك، يبحث عن كل خاطئ، يبحث عن الله، والله سوف يعلن ذاته لكل شخص يبحث عنه. آمن بالمسيح يسوع، إنه يحبك. يمكن في بعض الأمور صعب تفهمها، لكن إذا بالإيمان بتفتح قلبك تصلي، يا رب افتح عيني، افتح قلبي، الله سوف يأتي إلى حياتك وسوف يساعدك، سوف تدرك هذه المحبة وتختبر قوة عمل المسيح في حياتك. عندها ستمتلئ من قوة الله، من قوة الروح القدس، من حضور الله، يعطيك حكمة لا تعاند، تتكلم بالروح القدس. إن العالم يحتاج إلى كلمة حلوة، كلمة خلاص، والخلاص هي الأخبار السارة أو البشارة السارة، بشارة سارة، بشارة خلاص لعالم على حفة الهلاك، لعالم جائع وعاطش وعطشان، إلى عالم مقيد بالخطية يحتاج إلى الحرية. إن كلام يسوع يعطي الحرية للحياة ويعطيك أيضا حياة أبدية. تعال إلى المسيح، اختبر محبته، اختبر قوته، سوف تختبر هذه المحبة اللي بتغير حياتك. على فكرة إذا صليت أو بتحتاج إلى مساعدة روحية، يمكنك أن تتصل بنا أو تكتب لنا حتى أسمع منك. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن تغير بولس. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو